رجعنا لكم من جديد طبعا بعد الفاصل لنكمل معكم أكلاتنا اليوم مع الشيف عيسى. أهلا وسهلا فيك شيف من جديد. هلأ بدنا نعمل الحلو الأصابع زينب مع توت مشكل. بالضبط. أوكي في عنا طيب بلشي تفضل أعرض لنا إيش فيه. في عنا فستق حلبي مبروش طبعا التوت المشكل نعم سكر وقرفة وأهم شيء طبعا عجينة الفيلو أو بسموها الورقية عجينة ورقية عجينة ورقية أوكي. طيب خلينا ناخذ المقادير إذا هيك. طيب إذا المقادير أصابع زينب رقائق العجين 100 جرام فستق حلبي 50 جرام قرفة مطحونة 150 جرام سكر 200 جرام سمن وخليط ثمار فراولة توت أزرق مش كتير واضح عشان عاليق آخر إشي إيش نحتاج للفواكه؟ توت العلي بري. توت العلي وتوت بري أوكي ضمة نعنع وعلبة صغيرة آيس كريم فانيلا. في عنا هلا السمنة بس بنحاول نحطه في الصينية. قد ايه حطيت كمية سمنة؟ ايه هذا بس عشان نحطه فعل عشان ما بس هيك هاي الكمية لقديش يعني لكمان شخص؟ احنا نعملها لشخص واحد ناخذ ورقتين فوق بعض. ضروري قلت لنا انه هذا النوع من الورق. بالضبط. الفستق الحلبي بنخلط معه سكر من الفستق مع السكر هلأ انا في ببالي اصابع زينب اللي بنعرفها بس بدي اشوف ايش مع القرفة حسها هاي مختلفة إذا قرفة وفستق حلبي وسكر مع بعض ندهن شوي الورق سمنة مش تقيلة هاي بس ذاك كتير هاي إيش الأكلة أصلها؟ أصلا عزينا يعني الحلويات هاي بشكل عربي يعني عربي حط طبعا معروف انه بالحلويات لازم يكون المقادير كتير دقيقه صح بالضبط. لحتى تطلع زي ما بدنا يعني نفس الطعم نشد عليها كتير هاي واحد هيك بنخليها مطاوله بنعمل كمان واحد عشان نوضح اكثر إذن أنا طبقتين من الورق فاضي رقائق الورق العجين العجين الورقي رقائق والشيف قال ورق فأنا قلت قلت ورق العجين الورقية العجين الورقية كمان مرة نعملها هيك بطريقة مطاولة جنب بعض نلزقهم جنب بعض بنشد عليها هم
طبعا هي بتسكر لحالها ما بتفرد. بصير تعمل لنا كمان شيف عشان نوضح اكثر بالزبط. لو سمحت. واحده وبحط نرجع نعمل هالسمنه شوي سمنه السمنه بنحطها ليش؟ عشان تلزق ال اول شيء وعشان تعطي يصير كريسبي ال كريسبي تقرمش يعني لسه كمان هلا بنحط فيها زي سمنه بعدين كمان مرة كثير هلا بنغمرها بالسمنة بنعبيها كلها يعني بصيك كثير عبيناها هيك يعني يفضل تكون يفضل تكون عشان طب الواحد لو ما بده اياها تكون كثير ثقيله مثلا عادي تخفف الزبده ولا بتخفف الزبده بس بتكون ممكن تنحرم اثناء الفرن عشان هيك اكثر طيب بنحطها بالفرن على قديش درجه على 200 200 على 200 وقد ايه وقت بدها وقت تتحمر حسب الفرن الموجود طبعا تصير له هنا كله احمر هذا هو باعتبار انه لازم كلها تصير بالضبط ماشي بعدين يعني الكاس هذا حط التوت توت هذا يعني تزيين التوت هيك بيكون معه يعني ما جايب غربي على شرقي انه الفواكه حلو شو صار معنا؟ زي ما قلت لنا شاف انت حطيتها على درجة حرارة 200 تقريبا واهم شيء انه هي تصير حمراء بالضبط هيها صارت حمراء خلص خلص تطلع هيك قسمها بالنص شفتك هيك قسمتها شوي بالعرض عشان شكلها يمكن يكون احلى صح؟ نحطها هيك تقريبا خلص طيب هلا هدول تنتين خلص اوكي ماشي طب قسم لنا تنتين الباقيين عشان لما ناكلهم نكونوا مقسمين وجاهزين بس نحطهم على صحن كمان خلص مش ضروري اذا ما بدك تحطهم على صحن بس نورجي كيف قسمتهم بالعرض صار شكلهم احلى ماشي لو سمحت غلبناك يا شو الدعوة طبعا إذا ممكن نعملهم شقف صغير يعني للتضييف صح هيك لو تعمل لنا أشكال بيكون أحسن حلو فكرة ثانية كمان لما يكون في عنا مجموعة من الأشخاص من الضيوف هاي كمان صح يعطيك ألف ألف عافية هاي بس لو نقدر نحطها هناك عشان نعرضها لو سمحت يا
يعطيك ألف عافية ويسلموا إيديك. صحة وعافية. وأهلا وسهلا فيك بالأردن. شكرا لك. يعطيك ألف عافية شيف. أهلا وسهلا.